ন্যাটোর সদস্য পদের জন্য সুইডেনের আমাদের সমর্থন পাওয়ার আশা করা উচিত হবে। This is the moment far right Christian Rasmus Paludan burned a copy of the Quran during his support. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد. من الحوادث المهينة لديننا ولعقيدتنا بل ولأمتنا هو أن يهان رمز من رموز الإسلام وأن يخطط لفعل مهين من أجل إلحاق الضرر بالمسلمين في جميع أنحاء العالم. وعلى رأسهم حرق القرآن الكريم، وهي ليست الأولى ولا الأخيرة، ولكن المصيبة كل المصيبة أن تجد بعض الناس من المنبطحين وأمثالهم يرون تلك القذارة بأعينهم ولا يقفون موقف الفرسان في الحروب ضد أهواءهم نحو الغرب، بل تجد تبريرات وانفعالات على أن مثل تلك القذارة هي مجرد حرية تعبير. إذن ما الواجب تجاه هذه الطامة؟ كيف نواجههم؟ قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: زاحموا أهل الباطل حتى يتبين الحق. وقال الإمام ابن باز رحمه الله: أن يزدادوا نشاطا في بيان أحكام الإسلام والدعوة إليه ونشر الفضائل ومحاربة الرذائل، وأن يستقيموا في أنفسهم على ذلك حتى يكونوا من الصالحين عند فساد الناس ومن المصلحين لما أفسد الناس، والله الموفق سبحانه. أكونوا مشاركين ومتفاعلين في حسابات التواصل الاجتماعي بجميعها، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعلى هذا المنوال لا نترك صفحة ولا مكانا إلا وتكلمنا فيه عن الحق ونبهنا فيه غيرنا، بل ونعلمهم فضل القرآن وجمال تلاوته. أما عن جواب كيف نتعامل مع إساءة القرآن الكريم من قبل السويد، فأفضل إجابة هو أن تتدارسه وأن تتعلمه وتعلم غيرك وأطفالك وأهلك وجيرانك القرآن الكريم. حبب فيهم قول الله تعالى، انشر بينهم عزة الإسلام، ارفع رايته بالقرآن الكريم. وفي هذا الصدد أترك لكم بعض النصائح حول قراءة وتدبر القرآن الكريم من مقطع الشيخ محمد الغليظ بارك الله فيه: كن صحابيا مع القرآن الكريم. الله عز وجل يقول: يا يحيى خذ الكتابة بقوة. ما هي القوة؟ أن تسمع كلام الله عز وجل وتتلو كلام الله عز وجل وتتدبر في كلام الله عز وجل، تتأثر إلى منتهى الأثر وتعمل بكتاب الله عز وجل فعلا وتركا وتحكم كتاب الله عز وجل، فإن فعلت أنت على الطريق. ساعتها لما نيجي نقول عايزين نعمل محاضرة ونشوف الفرق، مش هيكون في فرق. هنا من النهاردة في 5 فروقات على الأقل. وإلى هنا أترك لك في أسفل الفيديو بعض المقاطع التي ستستفيد منها إن شاء الله في رحلتك نحو دراسة القرآن الكريم، نفع الله بك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشوفكم في فيديو جديد على منصة يقين الإسلامية، والسلام عليكم.